آخر فقرات حلقتنا اليوم من السعودية من أروع الصناعات والاختراعات بيدين شبابنا بكل فخر، سيارة استثنائية. طبعا حتشوفونها، يعني ما راح تخلص التغطية اللي أنتم شايفينها. أكيد طبعا جميلة. أنا ترى ما استوعبت إلين شفتها فعلا. زيد القحطاني كلنا بانتظارك. حياك الله، الله يسعد مساك. الله عساك على القوة، أنت نموذج مشرف. جزاك الله خير. بهذه السواعد نوصل إن شاء الله لطموحنا على السماء إن شاء الله بإذن الله. سيارة سعودية صنعها بيده لثلاث سنوات، وهو يتمنى إن شاء الله أن يكون فيه مشروع مصنع للسيارات السعودية. ما شاء الله. أنا بصفق لك زيت. والله برافو عليك زيت. الله يعطيك العافية. في الحلقة الأولى من برنامج من السعودية كان هناك مبادرة ودعم من الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بدعم شاب سعودي صمم وصنع أول سيارة رياضية سعودية. أحب أن يبلغكم أنه سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يعني وجهني بأن نوجه الدعوة لزيد لزيارة الأمير في مكتبه. الأمير عبد العزيز استقبل زيد القحطاني بمكتبه وقدم دعم لا محدود للوصول للعالمية. اولا انا سعيد جدا بحضوركم ومقابلة زيد. طبعا هذا ابداع، يعني ان شخص ممكن يبني سيارة ولو انها في مراحلها الاولى بامكانيات يعني بسيطة جدا. دورنا ان احنا ندعم هالمشروع ان شاء الله، واحنا جاهزين لتقديم كل ما يتطلب لي أن احنا نوفر لزيد جميع الإمكانيات للوصول إلى المنتج النهائي، وأن إن شاء الله نشوف سيارة تقاد في الشوارع العامة بصنع سعودي متكامل يعني. وكان الهدف اليوم من الاجتماع هي أخذ الفكرة من زيد، وش تطلعاته وش توجهه وكيف ممكن احنا نقدر نساعده، والحمد لله تناقشنا في الموضوع. وإن شاء الله أنا متأملين أنه يعني يكون فيه تطوير كبير في هذا المجال في المملكة. من ناحيتنا إحنا لنا في الاتحاد السعودي لرياضة السيارات وتواصل مع الأمير خالد بن سلطان ورئيس الاتحاد لفتح المجال هذا لزيد، أنه ممكن يستفيد من الخبرات اللي موجودة وأيضا من أي عوائق ممكن تواجهه للوصول لتحقيق المنتج النهائي، وايضا ترتيب يمكن رحلات لاحد المصانع في اوروبا ولا في اي مكان في العالم، لانه يطلع على وين توصلوا لها العالم، ايش الاشياء اللي تتخذ لبناء السيارات اليوم، ايش المواد، يعني هم مطلع عليها لكن ما قد راح وشاف. فممكن نرتب له هذه الاجتماعات معاهم ونخليه يقابل هذه المصنعين ويستفيد من هذه الخبره، وان شاء الله يقدر ينقلها للسوق السعودي. اليوم يعني لما شفناه تقديم هذه السيارة والإبداع اللي سواه زيد في البرنامج، صراحة يعني الواحد يسعد أن في هذه الإمكانيات، ولو أنها يعني الإمكانيات اللي لهم أو اللي تساعدهم في تحقيق هذا الشيء بسيطة. إحنا لسه في أول الطريق، ويعني زي ما ذكرت لزيد أنه لسه قدامنا مشوار لين فعلا تكتمل السيارة، لسه في مراحلها الأولى، ولكن كيف نقدر نختصر هذه الفترة بالدعم وبالوقوف جنبا إلى زيد، ونطمح إلى كثير من يعني وطننا ما شاء الله مبدع. كل يوم شباب وشابات الوطن يطلعون بشيء جديد ويبدعون فيه، فواجبنا نحن نقف معهم ونسندهم، واللي عنده طموح وعنده شيء يوصل له يسعى فيه، وإن شاء الله أننا ما حنقصر معه. والله أنا ودي أشكركم على تسليط الضوء لهذا الشيء، لأنه لو ما شفناه على البرنامج كان يمكن ما عرفنا عنه، وأتمنى توفيق للجميع. كل مبتكر يطمح وينفذ وينجز، القيادة أول من يبادر لدعمه بهمة للوصول للقمة. لبرنامج من السعودية مشعل الخامسي.